ها هو الأستاذ علي خلف كالعادة. لو سمحت بطاقة الدخول يا أخي. يطل علينا ب طلعته البهية هو والأخ حسام. طبعا استقبال الضيوف الكرام ان شاء الله، واليوم طبعا حفل تخريج الدفعه الثامنه للاكاديميه، وان شاء الله نكون سعداء بطلابنا وطالباتنا وان شاء الله. اذا هل تسمح لنا بالدخول استاذ علي؟ تفضل، ما دام انت استاذ هذه الاكاديميه ومن مؤسسيها ايضا فتفضل في الدخول كالعاده. الاستاذ علي خلف في صرامته واهلا وسهلا بك وشدته.